عسلامة ومرحبا بك. اليوم باش نعملو دوارة تعشى خفيفة سهلة ملالة ستام طاقة في دي فاسيل. أول حاجة باش نعملوها باش ناخدو دي بولي دي كويس دي بولي، باش نعملو الماريناد اللي هي ياغورت ناتور ولا كريم فريش، نحط معاها مغرفة زنجبيل، معاها مغرفة بتاع زعتر، هوني عنا زعتر مش مرحي، مغرفة فلفل أحمر اللي يحب، ملح سا ديبون دو كو، عندي مغرفة كركم، نحطو معاها زادا تابل اللي عنده تابل كرو ينجم يحط، هوني عندي كليل مرحي مع راس ثوم. انا هوني حطيت 4 سنات ثوم صغار، رحيتهم شوية وزيتهم شوية زيت زيتونة، فلفل أخضر، ونحطو معاها بصل اللي يحب يزيد مغرفة طماطم كونسونطخي نجم يزيد، نعصر عصرة قارص هوني نشلم بها ونفوح بها الماغينات نتاعي. هذيا راهي الماغينات تمشي مع الكويس مع الكيلون مع اللي نحبو. هوني باش نزيد زيت زيتونة فوالا، ونرحي بالكدا بالكدا الميلونج نتاعي يولي لي كريم هكا كونسونطخي شويه. فما شكون يحب راه يزيد بغرفه فلفل احمر ولا بغرفه هريسه ولا مغرفه طماطم، ينجم يزيد سيرتو على الكولور. ناخو الكويس نتاعي ونعملهم بالكدا بالكدا بين يديا فوالا. شوف الميلونج نتاعنا نجم نحطوه راه في الفريجيدير، نزيدو شويه زيت زيتونه ونخليه بون ما يفوتش اون سيمين، اما نجم نحطوه في بواط ولا في حكه بالله ولا ويقعد لنا جمعه كامله. نجم نعمل بيه قلنا حتى الاسكالوب زيدا، باش نعملوه في باني ولا حاجه نعملوه. هوني عندي معاه باش نعمل معاه بطاطا مشويه، خديت البطاطا نتاعي يا ناخذ البطاطا بوتاتك الصغيره نقسمها سيغ دو، والا ناخذ بطاطا عاديه كيما عملت انا، غسلتها مليح 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 وقصيتها دي كوب كبار بيان سور، فورتها اللي يحب يصمتها ينجم. هوني باش نعمل لها الميلونج نتاعها بيان سور، باش نحطوها في خاطر في الفور. هوني عندي زعتر كيف كيف، نجم يحط معاها حبق زادا، عندي كليل مرحي، فلفل احمر مهروش، هوني زدتها شويه ملح بالزيت كيس هذيك ديجا ميلونجي. هوني عندي ميلونج تاع سلاد اللي فيه حتى بالسناليا واللفت والكل، هوني باش نحط معاه طرف سيبولات اللي عنده بيان سور، اللي ما عندوش نجم يحط بصل جويد. وهوني عندي ديزونيون سيشي كيف كيف نجمو نحطوها، نجمو نستغناو عليها، نجمو ناخدو بصل زيدا نرحيه فوالا. وهوني عندي الثوم الشايح فوالا، نخلط الميلونج نتاعي بشوية زيت. هوني زيت عملتو أنا، ناخو زيت زيتونة، ناخو واحدة كليل بالكدا ونخليها نرقدو في الظل، يعني حاجة هكا في بقعة ظلمة بريسك دي جور اونتخي سومان دي جور فوالا. نخلط بيه لي زيبيس ولي سالات فوالا، نحط الميلونج نتاعي فوق البطاطا من غير ما نعملها بالقرفة خاطر تتعمل تتغطس، وبعد نحطها ونحطها في الفرن، نحط لها باتي بيسا ونحطها في الفرن 160 دوغري، حكيت ميم با 15 مينوت 10 مينوت هكا يكون البطاطا نتاعنا. دخلناها للفرن تتشوى. شنو باش نزيدو معاها هذي؟ باش نعمل معاها سلاد لي تخوازا لي سلاد نتاعي. هوني عندي خوخ عملتو سوتي سوتي او بوغ بيان سور، خديت كعبات خوخ قصيتهم حطيتهم سوتي، عندي قنارية، عندي برغل، عندي زيت زيتونة، عندي هوني لوتي، عملت هكا نقولو نحنا غو ميلاج الفريجيدير نتاعي اللي لقيتهم عندي شوية شوية باش نعمل بيهم السلاد هذيا ياسر بنينة. عندي عظمة عربي مطة بيان سور، طوماط سوريز، شطر كعبة فقوس، عندي كعبة كالامار. هوني البرغل نتاعي بيان سور ديما جاهزة وحدي، صلصة ياسر بنينة، نحط برغل بيان سور نفختو شوية في الماء وطيبتو. هوني عندي كارتين سنيريا مصموتين ولا فورين، بغينا فورتها بعد البساطة. زيد معاها هوني عندي كعبة لوتشو، خديت منها 4-5 ورقات هكاكا، هادي بون شنو الحاجة تحبوها أكثر زيدا. كيف كيف شتا كعبة فقوس، هوني عندي كارتين كنارية بيان سور هادوما مخبينها لهنا خديتها في الكونجيلاتور. هوني عندي كيف كيف طرف لوبيا خضرا، بطاطا ياسر بنينة نجم ناكلوها واحد من غير حد شي. هوني خديت شوية من البطاطا اللي شويتها حطيتها، بون اللي يحب يزيد أكثر يزيد فوالا. هوني عندي عظمة عربي قصيتها تبتي كوب هكايا صغيرة، طوماط سوريز خيطها كيف ما هي خاطر ياسر بنينة، طوماط سوريز لونجي هاذيا لي طويلة نصبوها ياسر بنينة. هوني عندي طرف داك الخوخ المشوي صوتي كوا ومشوي بين المشوي بين صوتي، فأنا ما حطيتش زبدة راني مسحت توا برك بالزبدة. نخلط دوسمون من غير ما نحاولو نكسرو هكا تتغطسلناش يعني كل العظم والكل، والبطاطا نتاعنا سيغتو فيها خوخ مشوي طري، نعرف الخوخ طري برشا. كوني تنجم في عود الكلامغ تحط كروفيت شفغيت اللي عندك، حط شوية زيت بيان سور، شوية ملح اللي يحب، تنجم تخليها تلزع من غير ملح،
تنجم تفوحها تحط لها شوية بازيليك، تنجم تحط لها شوية نعرف شينا زعتر، كل واحد شنو يحب الكوم تاع السلازم تاعو. هوني حطيت فلفل عاملها في الدغيز في الهذا فوالا، شوية برك جوست على الكولور تعطيني كان به خل ولا بانسانيك ولا ليك، كل واحد شنو عنده ينجم يحط. انتي الكريت بتاعك تنجم تحط اللي تنجم تاكل تنجم تحطو فوالا. اللي عندك خفيت قلنا نجم يحطها، هذه سلبينا اذا عندك كونتيتي بيك تنجم تحطها. هوني عندي كالامار بتاعي طيبتو سوتيتو، بون مش برشا مي جوست واحد فيه. عندي خاطر دي بتي كوب حديتها من منطقة أهلي وأنا خليتها بالداخل فوالا. هوني فوق قاعدة كلمة تانية خليتها مش حطها من فوق، تنجم تزيدها نوا زادا نوا بيكون اللي عنده فوالا. التعجم تاعنا حاضرة، نجمو نتعشيو سلطة بركة من غير ما نزيد واحد شي بولي بتاعي سيترون نواغ فوالا. هكايا نكونو عملنا عشاء دي وخفيف، وخفيف دايما بتاع الغسيل دي فاسكيل.